هل نملك أثرى تعداد في إفريقيا أو كاين منتخبات عندها تعداد ربما أفضل منها؟ لا كاين ثلاث منتخبات اللي تقدر تخاف من الآخر. كاين السنغال، غانا ماهمش، ما أنا نشوفهم هما والنيجيريا ماشي وجهي. كاين السنغال، كاين المغرب، وكاين تونس، وكاين تقدر الكاميرون، البلد المنظم اللي دائما ما كانت عنده عقده معهم. هاد الاربع فرق اللي على اي اساس رشحت تونس والمغرب و على حسب السنغال، على حسب التركيبه البشريه اللي عندهم والحنكه اللي عندهم في الـ في الـ في افريقيا. توجور تونس المغرب مينيموم يلعبوا كارت دو فينال دومي فينال، وهما الكاميرون و لا تونيزي برسك كاين بزاف دي كوب دافريك وين يلعبوا دي دومي فينال. لكن تونس والمغرب والجزائر والجزائر ما نوليو معاهم.